إن شاء الله الحديث التاسع حديث كسيارات النهي عن كثرة السؤال إن دك ودك أي واحد ويديان واحد بلنك السؤال الألياف أي هذا يسكر يا إيوة تشدد من السكوات كيو أنا أبي هريرة توحى لقوري أبا هريرة ما يعيش علي رضا عبد الرحمن بن الصخر رضي الله تعالى عنه الله كرم نبدأ قال هو سمعت علي أبا مغلي رسول الله يقول إلهي رسول كيس أيا مغلي صلى الله عليه وسلم يقول أسوء أرنا يا رسولك ما نهيتكم وحن إذن كربا ما وضي نهيتكم عن إذن كربا عن الحق يسا شيئاس فاجتنبوا كفرارة هو شيئاس عن كربي وما أمرتكم وحن إذن أمرينا به ما غاس عن إذن أمرينا فافعلوا سمية من الحق يسا ما استضعتم أوكي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فقرس رب العزة جل جلاله ورسولك دي ليه ما غير قاتل ولو ذكر لنا اسكتايا وانا آيات كربي ربلي انا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر هنا إن شاء الله ساسا يديتكم أسألكم وما أمرتكم به وحيد أمرنا تفعلوا به منه ما استطعتم على فاتقوا الله ما استطعتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيضاً اتقوا الله حق تقاته بحوى صحابتي أيضاً وحوى كان مشاكا على قريبها ربي وقود بريو نويري فاتقوا الله ما استطعتم إلهي انت كرامكينا أودينا استطاع علينا إلهي كبا إبادنا بعد عيسو كلف مجر الله يكلف الله نفسا إلا وسعى ما شيء كان يعمل وحكم هذا القائل كنا قرطة سرني سكاي لا لباشو يقول ترى تيجي دي تبرش رتا فإنما أهلك وحالاجي الذين دوك من قبلكم هذه كل كرة كثرة مسائلهم سؤالا أي أمبيرو ذو يدينا يا رأب غبنا نبي يقولي ما ذا لك أنا نقول أمبيرو لوش أدري سؤال بين هذا كذا قاله وين كلافين واختلافين أيوة مركز خلافين على أنبياء الأنبياء إلى أصدري وين خلافين وقرانسة أجيب سؤال شو اللي أنت وبنت مع ذلك سؤال شو ويدينا ويدينا هنا كما هنا فاين يسأل إنه ويدوا مري فكر إليه ماني وقرانسة أجيب مكة زلكو وزلم الفتن هذا عقول الله ما من يوم إلا والذي بعده وأشره ونبي الطباب ما لم جرته إلا ما أنت كده بس أكشر بها وما أنت مي أشر بها مصدق أشر بها مكة يا شفت ما انت بقى ولا تنصدق ده كاوت انسان كاوت مصيبه الدنيا مين ما دو الا بين ادم كالى كينو بس لما انا ما لنا مصيبه ما تي ما دو الا اسباب بين ادم كاي سمايين اي كل ما نسى هذا الله ما كريلو الا اسباب توبه او ان دبي دي عجيب لو نقول نقول لا ده قوم ما بدي على بقي ستو ولي هاي جاجو اي اكد العلامات الصوماليه اللي هو نوع أدبكيت وحلي لنا قيلنان أدبكيت شيء قيلنان بيسمينه ما قيلين أوارب حسن بعودك كجرتون أوارتي عرب كلو قيلينه أوارلي وينه أبو العزة إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين أدوكا يروح كسر بلاه بإرزاقه يدك وح كله نفلي كله ولا بلاه بإرزاقه أدينا اللون نخده دلوقتي إن عليه العاصي يروح داعي لقته بتكون أول ما إلهي رحمتي سليمان والله استقاموا على طريقة أسقيناهم ماء غدقا بيد بأولين ومرادمنا هذه كنت أسنى الله هين لكن ما بيه توبة إلا ما هي وما نزلت البلاء إلا بالمعصية ولا يرفع بها إلا بالتوبة ما هدر نسا دي توبة إسكا عده ساسي هو عده مع ذلك هي نقص البراتيجي هي سكرة الله أركا هديك الباش هو البخاري ومسلم نسجن هكذا نجوي هكذا حدوس إلا الله كلمة الله إله إلا الله حق سعره لن تسيري دو هيك كومنت إلا وقل بس لما وقل بس هو لا إله إيه كانت تمنوا هيا إلا الله أولا النفي الثاني الإثبات نفي وحل أن في إله إلا يكسر الله وين إلا يكسر ربما أي الله بابيه لا إله إلا ما جرو إيه إلا الله إله إلا نبي رسول أوكي ما هي الله ده مكة أفك قلب بنيسة يعني مكة رب التوس أبو عليها وحو أسمينا خالصا لوجه الكريم أيتها
من مكابوتي سنة حديث كان بقيسو أنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويري من شهيد قفكي كرة لا أن لا إله إلا سن ألك رجلين إلا الله وألم ويانه مستيقنا أصبح يقيسا يقيم منا بها إذا قلب وقلب لي سمكاس أي قصوة تهي فبشره أبو بشاري قفكاس على أبو بشارينا بالجنة جنوب بشاري بالجنة جنوب جميلة بحينا قتل روح عربك لغا دو عن قلبك اللغا ومين عربك بس كسو دفع قلبك